ونتفق على المواعيد، تمام، بحيث ان احنا نبدأ في اقرب وقت ممكن باذن الله. الميعاد ده المره دي بس حددناه كده عشان يبقى لازم يكون في ميعاد، وبعد كده نشوف المواعيد اللي بتناسب الاغلب يعني. قبل ما اخش في الخطه والكلام ده، انا يهمني عشان في بعض الناس كان الميعاد مش كويس بالنسبه لها او مش هيبقى قادرين ان هم يخشوا في الوقت ده، فانا اول شيء احدد المواعيد عشان لو حد حب يخرج او شيء او وقته ما يسمحش يبقى اهم حاجه كان مشارك معانا في قصه الوقت بالذات يعني. فانا بالنسبه لي انا كنت طبعا احنا متفقين ان احنا ان شاء الله على الاقل مرتين في الاسبوع، على الاكثر 3 مرات في الاسبوع. فانا بالنسبه لي ده الافضل، مش عايزين اقل من مرتين في الاسبوع، ومش عايزين اكثر من 3 مرات في الاسبوع. ده اولا يعني او مبدئيا. فالناس مع مرتين او 3، انا طبعا انا قلت كده ان كان في ناس بعتها لي كتير عايزين الكورس يبقى مكثف قدر الامكان بحيث الوقت ما يطولش ونبدا نمل والحماس يقل، فقلت لهم ان شاء الله نوفر وقت يعني بحيث يبقى مكثف بشكل قوي. ف هل في حد معترض على 3 مرات في الاسبوع؟ مبدئيا ناخد قرار في اول شيء. ثلاث مرات او اكتر؟ لا اكتر صعب. 3 مرات اكتر من 3 مرات هيبقى صعب، مش علشان صعب في الوقت، لا كمان هيبقى صعب عليكم انتم في الاستيعاب، مش هتلحقوا تجاري، يعني مش هتلحق تجاري اللي بيتقال، فهيبقى كتير جدا يعني، هيبقى كتير جدا تخيلي كده يعني. فيعني انا شايف الناس موافقه. دكتور اتفضل. سؤال، كم درس كم راح يبدي يعني الثلاث ايام بالاسبوع باليوم كم ساعه يعني؟ احنا المفروض ماكسيمم 3 ساعات يعني، اعلى حاجه ممكن نوصل 3 ساعات، ما بنكملش بعد كده. ممتاز ممتاز جدا. اكثر يعني من 3 ايام يكون مزعج اعتقد، ما هذا رايي بس يعني. تمام كويس جدا، يعني انت مع 3 ايام. 3 ايام نعم، واعلى وقت ممكن نقعده 3 ساعات. نعم تمام، انا شايف الباقي كله متفق على هذه المواعيد. طيب نيجي بقى للايه، المشكله الاعمق، الاوقات، الوقت، لان طبعا احنا من كذا دوله، معنا ناس من دول كتير، فعايزين يبقى في وقت. طبعا يعني الوقت اللي هنتفق عليه دلوقتي معا ان شاء الله هيبقى بتوقيت مصر، وبعد كده كل واحد بقى بيشوف البلد بتاعته، من في كذا بلد مختلفه يعني. فانا الساعه 9 شفت ان هي مزعجه لبعض الناس، عندي الساعه 9 كويسه، انا بشوف اللي هي بعد كل انقضاء كل شيء. فهل في حد معترض على الساعه 9 يعني؟ في عندنا استاذه لمياء بتشتغل في شركه بعد الساعه 6 مساء. انت تقريبا كده ضرب المواعيد بتاع البيت، بس اغلب الناس 9 بالنسبه لها مناسب. هو بس يا دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو فكرة دكتور انه انا 9 يوم الجمعه مناسب بالنسبه لي، فهيبقى كده اليومين التانيين مش هيبقوا مناسبين بالنسبه لي. ليه انت حضرتك انت قلتي بتشتغلي في من 6 ل 9 صح؟ اشتغل من 6 لحد 12. بس الجمعه من 6 ل 9؟ لا الجمعه انا مش بشتغل، الجمعه اجازه، فهي الجمعه بالنسبه لي مناسب 9. طب ما هو بقى احنا محتاجين ميعادين كمان، محتاجين 2 ميعاد في الاسبوع عشان نقدر. انا بتكلم في كده، احنا محتاجين 2 ميعاد كمان في نفس الاسبوع، هو اغلب الناس موافقه على 9. فتخيل ان احنا مثلا في بس حد بيقول يفضل بالنهار، مش عارف بقى استاذ او استاذه خلاص. ف صباحا هو بالنهار ده اللي هو مثلا ممكن يكون 6 او 5 مساء، انه هيبقى مناسب جدا. طب ما انت بتبداي من 6، ما انت قلتي لي بتبداي من 6. لا يعني انا اقصد لو 5 مثلا، او سي نبدا مثلا 4 لحد 6 كويس قوي يعني.
حضرتك لسه بتقول ان هي مش هتطول 3 ساعات يعني. طيب احنا نشوف كده بقى الناس من الساعة 4 عصرا هيبقى الناس بالنسبة لها هيبقى كويس. اتخيل الناس هتبقى عندها مشكله دايما في العمل صباحا يعني، لان كلهم بيبقوا في اعمال مختلفه صباحا. انا عارف ده لان هم اصلا باعتين هم يا ريت يكون مواعيد ليلا، عشان طبعا مواعيدهم كلهم هتبقى الشغل زي ما انت شايفه في الشات، اغلب الناس مش هيبقى متفق معاهم صباحا. في ناس ما عندهاش مشكله في الوقت. طيب يعني احنا خلاص هو التصويت واضح، احنا معنا بس كل الناس موافقه على الساعه 9 ما عدا الاستاذه اسمها ترجين لمياء مش متفقه معنا في المعادين التانيين، ف مش عارف. طيب يعني هحاول اظبط معاها انا المواعيد دي او اشوف ايه اللي هيحصل يعني، مش عارف. لكن اغلب الناس ما عندهاش مشكله في الساعه 9 الا الاستاذه لمياء فقط، صح؟ أستاذ أنا ما سمعتش كويس بس بقول لحضرتك كان في حد تاني هنا في الشات أستاذة إخلاص كانت بتقول برضو يفضل المواعيد تبقى بالنهار. تبقى إيه؟ بالنهار. طيب رأيي ممكن اقتراحي مثلا لو الأستاذة لمياء ممكن الجمعة تباشر معانا اللايف، واليومين التانيين لو مش مناسب ليها لو الكل استقر على 9 أو استقر على 9 ممكن تباشر الحاجات المسجلة. تمام. احنا عندنا رامي كمان بيقول كده كده فيه مفيش تسجيل. اه طبعا في تسجيل كده كده، كل اللي احنا بنشرحه ان شاء الله بيبقى مسجل وبيترفع وبنبعت لكم الحاجة، فان شاء الله كده كده أي شيء بيبقى مسجل يعني. أنا لسه هتكلم على أسلوب الشرح بس أنا قلت أتفق على المواعيد الأول، عشان المواعيد دي عشان لو حد فعلا الميعاد مش متوافق معاه بتاع النهارده يلحق يتفق معانا على المواعيد، يبقى عارف المواعيد قبل ما الوقت بتاعه يبقى مش مناسب. ف طيب لو روحنا طبعا يعني أنا ما أعرفش هتبقى بالنسبة للأستاذة هيبقى مناسب إن هي ممكن تبقى بتحضر معانا بتسمع اليومين المسجلين وبتحضر يوم الجمعة لو في عندها أي مشاكل تراجعها معانا ولا لأ. انا لسه برضه مش عارف ده هيبقى بالنسبه لها مقبول او لا يعني. طيب هو بالنسبه لي بس عشان يعني 9 دي بتبقى وقت شغل فمش هينفع ان انا قلت 4 الناس برضه عندها مشكله، لو قلت 6 هتخيل نفس المشكله هتبقى عندك انت برضه نفس المشكله. تمام ايوه انا مش فهو شغلك بس من 6 ل 12 قلتي ايوه بس 12 كتير الوقت اللي هو اغلب الناس فيه فاضيه، فاهماني؟ يعني اغلب الناس فاضيه من 6 يعني لو قلنا من 6 بالتالي هنلاقي ناس تقول ما فيش مشكله. يعني ما 9 مفيش مشكله، لان يعني ده الوقت اللي الناس تبقى خلصت شغلها صباحا وبتبقى يعني الفكره ان انا شغلي في البيت يعني كده كده في البيت ريموتلي فمش فارق معايا الموضوع. الصبح بالليل في الشات طيب هل هيبقى بالنسبة لك كويس لو يعني أستاذ إخلاص بتقول أنا ممكن أتابع التسجيل وبتبقى يوم الجمعة موجودة معانا لو ليها أسئلة بتبدأ تسألها هي ما عندهاش مشكلة، هل أنت عندك مشكلة في ده ولا لا؟ خلاص ماشي تمام أوكي، لو في أي مشاكل في حاجة مش فاهماها أرجع لحضرتك إن شاء الله. تمام ولو في مشاكل كتيرة أنا ممكن حضرتك وأستاذ إخلاص لو عندكم كذا مشكلة أنتم بالذات يعني ممكن أبقى أعمل لكم ميعاد بدري شوية أخش أصلح لكم بس لو في إيرورز أو مشاكل أو كلام زي كده. ده بالنسبة للجزء ده. طيب بالنسبة بقى للأيام يعني الجمعة والاحد والاربع. الجمعه والاحد طبعا مش لازم المواعيد كلها تتفق معاك بنسبه 100%، لو الناس لو في يوم مثلا هيبقى عنده مشكله في باقي الايام موجود معانا يبقى يعني قدر الامكان الجمعه والحد والاربع من الساعه كده اتفقنا الساعه 9 الناس 9 بالنسبه لك كويس. فهل الايام دي كده الناس متفقه عليها ولا في حد عنده مشكله؟ استاذ طاهر عنده الاحد والاربع في كورس في نفس الوقت. تمام خلاص يعني عندنا حد معاه كورس في نفس الوقت ده واحد استاذ طاهر
عفوا الايام قلنا الجمعه والاحد والاربعاء. عفوا وقف الصوت كمان تقطع. الجمعه والاحد والاربعاء. ممتاز كويس. عندنا فقط بس استاذ طاهر فقط هو اللي عنده مشكله صحيح. اتفقنا على الساعه 9 مساء الجمعه الاحد والاربعاء. طيب اغلب الناس او كل الناس دايما ما عندهاش مشكله في الميعاد ده الا استاذ طاهر هو بس الاحد والاربع عنده فيه مشكله. طيب لو خليناها بدل الاحد السبت هيبقى حد عنده مشكله؟ يعني بقى ايه الجمعه والسبت والاربعاء. معلش هو انا السبت مرتبط بموعد الساعه 9 برضه في كورس اخر يعني. في ناس مين اللي بيتكلم؟ مش عايز اكون عامل مشكله. سمير مع حضرتك. مين؟ سمير. سمير نبيل. طب احنا لو مره واحده بس هي اللي فيها مشكله عندك او عند الاستاذ اللي كان عنده مشكله، يعني لو وصلنا ليوم واحد مفيش مشكله هتعوض، لكن ما يبقاش اكتر. بس لا لا انا بس هو يوم السبت مرتبط بميعاد 9، لكن حتى لو انتوا هتاخدوا 9 برضه واسمعوا مسجل ما فيش مشاكل عند دكتور، الموضوع ان شاء الله سهل يعني. بس احنا معانا كذا حد عنده مشكله، استاذ احمد والاستاذ احمد فرجاده والاستاذ رامي محمد، كل دول عندهم مشاكل في يوم الحد ان احنا يوم السبت ولا ايه. طيب يوم السبت الاثنين صعب. انا اللي مشغول يوم الاثنين وانا مشغول يوم الخميس ومش هقدر اخد دول يعني. الجمعة احنا قلنا السبت ما وافقش اغلب الناس، الحد في واحد بس اللي معترض معاه. انت استاذ طاهر بيقول الاربع صح؟ هو كان عنده مشكلة يوم الاربع ولا ايه؟ تمام؟ هو كان عنده مشكلة يوم الاربع استاذ، بس هو ممكن يستغنى بس يخلي بلاش الاحد يعني. طيب نقول يوم بدل يوم الاحد يعني. انا مش عايز خلال ثلاثة واربعة يعني. ثلاثة وأربعة الثلاثاء والأربعاء هتبقى ورا بعضهم يعني. ده مش كويسة صح؟ مش هديكم فرصة إنك تلحقوا تبصوا على الحاجة اللي أخدتوها عشان تشتغل. مظبوط ولا إيه؟ يعني كده هما بيتكلم الثلاث والأربع، الثلاثاء والأربعاء والخميس قصدي والجمعة. ثلاثاء كلام حضرتك يا دكتور صح، ان في كل حالتين حتى لو جمعه وسبت هو صعب، الناس بتقول صعب مش ارتباطات بموعد، الموضوع ان احنا لو خدنا الجمعه مش هنلحق نطبق السبت. نفس الكلام في يوم الثلاثاء بالظبط، انا اتفق مع الكلام ده. طيب هو مناسب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعه حد اربع وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب هل يرضي كل المجموعة اللي احنا خدنا يومين بس في الأسبوع ثلاثة وجمعة، فهيبقى بالتالي اللي مش هيحضر مباشر هيفوتوا في محاضرة واحدة بس اللي هي بتاعت يوم الثلاث، فاحنا ناخد محاضرتين في الأسبوع يبقوا ثلاثة وجمعة متباعدين عن بعض بوقت كافي بحيث ان احنا نقدر نطبق، وفي نفس الوقت اللي مش هيناسبه ميعاد الثلاث هيبقى فاتوا محاضرة واحدة لما يفوتوا محاضرتين. مناسب جدا. يبقى انتوا كده بتتفقوا على الاربع الثلاثاء والجمعه. ايوه انا بصراحه شايفاها مناسب جدا. الثلاثاء والجمعه يا شباب خلاص يعني، لو الثلاثاء والجمعه 9 مساء ما يعني نثبت الميعاد. الثلاثاء والجمعه 9 مساء. في حد عنده اعتراض على ده؟ على الاختيار ده؟ تمام. انا شايف ان مفيش، الحمد لله ده كده ميعاد ارتضى عليه الجميع، يبقى كما شاء الله يعني. استاذ محمد شعراوي بدري شويه يومين، في اليومين
والله بس لو الميعاد كان بدري شويه يبقى اريح بدري شويه. طيب انا بالنسبه لي لو هتبداوا بدري شويه، طب بدري شويه بقى في مشكله بالنسبه للناس لو بدانا مثلا 7:30 ثلاث ساعات زي ما احنا بنبدا المحاضره يعني. 7:30 بالنسبه لكم تبقى كويسه؟ طبعا ما دي مش مناسب. وتسعة انا لو رفعت خليتها 8 هي يعني مش هنلحق ناخد ربع ساعه وهيبقى صلاه العشاء مش يعني هتلاقي في الاخر بدانا 9 يعني. استاذ احمد مش مناسب. خلاص يعني انا شايف ان احنا حاولنا يعني نخليه بدري شويه بس هو الظاهر مش هيبقى مناسب للناس. فخلاص خلينا يبقى احنا ان شاء الله الثلاثاء والجمعه صح كده؟ الساعه 9 مساء صح؟ ده هيبقى كويس. تمام كده كويس. خلصنا من اول حاجه يعني اول موضوع كنت عايز ايه نتفق عليه وكان اكتر موضوع هو بس كده نعم التلاته هيبقى صعب شويه ان انا اكمل يعني وانا الجمعه مش عارف احضر. مين بيتكلم؟ محمد سعيد. محمد سعيد. محمد سعيد. الثلاثاء ايه؟ يعني مش عارف اكمل لحد الاخر كده. يوم الثلاثاء. طب ويوم الجمعه؟ ويوم الجمعه يعني انا ورايا ورك شوب الشهرين الجايين من 2 ل 10. لا يوم الجمعه ما سمعتش كويس. ورايا ورك شوب من 2 ل 10 اسبوع الشهر الجاي. مش عارف انا اسف بس ما عرفش اميز الكلام. يوم الجمعه ايه المشكله؟ انا ورايا ورك شوب من 2 ل 10 الشهرين الجايين. ورك شوب من 2 ل 2 لا من 2 ل 10 ده انت عندك صعب جدا. انا كده مش هقدر الجمعه والثلاثه هيبقى فيه مشكله. من 2 ل 10 بتقعد لغايه 10 10 بالظبط ولا ممكن تخرجوا بدري شويه يعني؟ ده أول مرة جاية بس أتوقع إنه ممكن يزيد كمان. وكده هتسجل يوم الجمعة مش هو هحضر لما أخلص هكمل يعني مش بس هو الجمعة هتقدر عادي؟ هحضره أسمعه متسجل يعني. يعني الجمعة هتقدر؟ لا هسمعه متسجل. هتسمعه متسجل فأنت عايز تلحق الإيه الثلاثاء يعني. فالثلاثاء ده لو احنا لو انا ما عنديش مشكله احرك في يوم الثلاث بدري او اخر بس هي يعني او متاخر بس مشكلتي كلها ان اغلب الناس عندها انا قلت الساعه 7:30 قالوا لا وانت هيبقى عندك مشكله لكن بعد 9 دي هنبدا كام؟ هنبدا 10 بالليل. انا 7:30 ما عنديش مشكله بس في ناس عندها مشكله. انت قلت 7:30 ما عندكش مشكله ازاي؟ انت قلت من عندك من 2 ظهرا لغايه الساعه 10 ده يوم الثلاث. نعم؟ هنتكلم على الثلاث، هنتكلم على الثلاثاء دلوقتي، هو ده اللي بنتكلم عليه. الجمعة خلاص. لا أنا مش فاضي، الورك شوب ده الجمعة، الثلاث أنا بتكلم على الثلاث. خليه بدري شوية. عايز تخليه بدري شوية؟ آه. طب أنا قلت يا شباب لو يوم الثلاثاء الساعة 7:30 مناسب ليكم ما عنديش مشكلة. يوم الثلاثاء 7:30 بالنسبه لكم كويس؟ استاذ رامي ما عندوش مشكله. اللي عنده مشكله بس يا ريت هو اللي يرد، يعني خلينا في اللي عنده مشكله بس. يوم الثلاثاء ده لو خلينا يوم الثلاثاء 7:30 استاذ طه دكتور طه غير مناسب. طب حد تاني غير دكتور طه؟ دكتور طه بس. هو بس. طيب هيبقى مناسب من الساعة كام كده دكتور طه بالنسبة لك؟ لو مثلا فكرة نص ساعة ساعة العملية تبقى ما فيهاش مشكلة يعني.
يعني لو فكره ساعه بس مثلا ما فيهاش مشكله، هو ما عندوش مشكله، هو هيبقى بالنسبه له فيها مشكله بس هو ما عندوش مشكله لو هي لو ده حل المواعيد يعني. طبعا ما عندوش مشكله ان هو لو دي هتحل المواعيد يعني بتاعت الناس بقيه الناس، ما عندوش مشكله ان نبدا يوم الثلاثاء الساعه 7:30. لان انا كان نفسي ما بحبش ان يبقى المعادين مختلفين بلا اه جماعه مقدمه. طيب يعني 7:30 عشان مثلا 7:30 من المغرب للعشاء اللي هو كان نقعد اقل من هنقعد ساعه وبعد كده ناخد بريك مثلا بتاع العشاء ونرجع نكمل يعني يا دوبك يعني هيبقى كويس 7:30 مش مشكله. الساعه نص ساعه نص ساعه ديت يا دوبك على ما بنخش وبنقول احنا عملنا ايه وكنا رايحين فين ولو في اسئله ونبدا تبقى 8. بس لو بدات 8 هتبقى 8:30 فهنضيع وقت، اخليها 7:30 كويس ماشي. يبقى كده تقريبا ما فيش حد عنده مشكله، يبقى الثلاثاء الساعه 7:30 مساء والجمعه الساعه 9 مساء ان شاء الله. مظبوط. حلو جدا. طيب كويس جدا. طب الحاجه الثانيه اللي انا عايز اكد عليها اللي هو الاسلوب. تمام، اسلوب الشرح بتاع المحاضره هقول لكم انا رايي ايه، ولو انتم عندكم راي مخالف او عايزين حاجه زياده او حاجه اقل او لا او شيء يعني ما عنديش مشكله ان احنا نرتب مع بعض الاسلوب. الاسلوب احنا المفترض انا خطتي ان انا هبعت لكم مثلا اقول لكم احنا المره اللي جايه هنغطي الموضوعات 1 2 3 4 تمام، وابعت لكم فيديوهات مسجله على النقاط دي. تمام، على النقاط دي هتبداوا تشوفوها بحيث لما نيجي نشرح مش هنقعد نشرح يعني نلاقي اغلب الناس فاهمه الموضوع، فيبقى اللي عنده سؤال في حته ما فهمهاش في الفيديو المسجل وانت تقصد كذا ولا تقصد كذا، يبقى النقاش اكتر في الايه في المباشر، يبقى النقاش اكتر في المباشر ماشي. وكمان في المباشر احنا نعمل ايه حرب الابديه يعني ابدا ابعت لكم كيسز حاله معينه عايز كذا 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 حد يعرف اللي هقسمها لكم، المره اللي بعديها ارجع اشوف الناس اللي حلت وعلق على الحلول لو في حاجه غلط او في او ما كانش يبقى كده احسن كده احسن او اعمل كذا او اعمل كذا، يبقى دي الايه القصه بتاعت الدنيا. وانا في اخر المحاضره بقول لكم ذاكروا المره اللي جايه وياكم مسجله من رقم كذا رقم كذا وحلوا لي التمارين اللي هي كذا وبالاسلوب ده، واجي المناقشه في المحاضره اللايف بشوف لو حد عنده اي اسئله او استفسارات عن المسجل في حال ما فهمهاش في حاجه عايز يستفسر عنها، واشوف حل التمارين انتوا حلتوها واحدد لكم تذاكروا ايه المره اللي بعدها وهكذا. او الاسلوب العملي. الاسلوب الثاني ان في ناس بتقول انت خلي كل شيء اتشرح يتشرح في المباشر، لان احنا بصراحه هو ده اللي بيفهمك. في ناس بتعمل كده تقول لك لا هو كله يعني كله اعمله في المباشر، يعني خلي يعني ما يبقاش في شرح اثناء اللي احنا قاعدين مع بعض في الجلسه بتاعتنا. في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده. كل حاجه طبعا ليها مميزاتها وعيوبها. المميزات الفيديو اللي يبقى مسجل وبتسمعوه وبتذاكروه وبعد كده بتناقش فيه، مميزات ان ده بيراعي الفروق الفرديه ما بين كل واحد. يعني في واحد في البيت سمع الفيديو ما فهمهوش. فقعدوا مره قعدوا مرتين قعدوا ثلاثه ما استوعب الفكره ما عندوش مشكله. وفي واحد من اول مره سمع الفيديو ما عندوش مشكله خلاص. فكله هيجي في المحاضره المباشره ما عندوش مشكله خالص والدنيا كويسه. العيوب ان اغلب الناس بتوقع الموضوع ده وبيجوا في المحاضره المباشره بيبقوا تايهين بقى لانه ما لحقش يذاكر او ما كانش فاضي فما بصش فمش عايز المحاضره تضيع منه فدخل فلقى نفسه مش محصل قوي فيبدا يحس بقى ان الدنيا صعبه عليه ويبدا يقع مننا. ده عيب ودي الميزه. النقاش المباشر اللي يبقى الشرح كله في المباشر اللي بنجيب كل حاجه بالتفصيل اللي بتبدا من الزيرو في المباشر وبنطلع لغايه لما نخلص الكورس في المباشر كله. الميزه طبعا ان كل الناس بتبقى بتسمع لكن طبعا بيبقى فيها الفروق الفرديه بتبقى صعبه شويه
يعني ممكن نضطر ان احنا مثلا حد ياخرنا شويه يقول لي عيد دي تاني معلش مش عارف ايه كلام زي كده، فده يبدا ايه يعمل لبعض الناس الثانيه يحسوا ان هم بيضيعوا وقت كتير. لما بيحبوا يراجعوا بيلاقوا الشرح طويل قوي في المباشر، ما بيبقاش المراجعه حلوه بالنسبه لهم. دي عيوبها. تمام. انا بالنسبه لي الاسلوبين ما عنديش مشكله، ولو حد فيكم عايز يقترح اسلوب ثالث انا ما عنديش برضه مشكله، بس انا حبيت ان انا ايه اناقش معاكم الاساليب برضه بحيث ان تبقوا اللي يريح اللي يريح الاغلب ايه، بحيث نتوكل على الله نشتغل على اساسه. وانا شايفه ان دكتور الاسلوب الاول اللي حضرتك اتكلمت عليه ان احنا نسمع فيديو مسجل وكده، انا شايفه ان الاسلوب ده مش هيستهلك وقت كتير، وهيدينا فرصه ان احنا نعمل سيرش عن النقط اللي حضرتك حاططها لنا في الفيديو. وانا معاك وانا صدقك انا مع انا اقصد كمان ان الاسلوب الثاني بصراحه ملوش اي مميزات، يعني بالعكس هيستهلك وقت. الاجواء اللي حضرتك اتكلمت عليها هيستهلك وقت وهيستهلك مجهود على الفاضي. فزي مثلا لو كان الفيديو اللي حضرتك هترفعه لنا اللي هو المسجل هيكون مثلا 7 دقائق متلخص فيه النقط اللي حضرتك المفروض هتوصلها لنا، واحنا نذاكرها او حتى لو ما فهمناش نسيرش عليها وبعد كده نيجي نتناقش فيها، انا شايفه ان ده هيبقى احسن. كويس جدا. في كمان معانا راي دكتور طه بيقول ان احنا ممكن ندمج بين الطريقتين، ان هو يعني في اول المحاضره اللي فهمته من كلامه يعني ان في اول محاضره الشرح يعني في النقاش المباشر يعني ناخد كده مثلا ايه نص ساعه كده ريفيجن على اللي احنا شرحناه في المسابقه، وبعدين نبدا نخش بنفس اسلوبنا. يعني هو عايز يزود بس بتاع مثلا حوالي نص ساعه كده في الاول اول محاضره المباشره نقول هو احنا ذاكرنا ايه في المسجل كذا وكذا، يعني نعمل ملخص كده للايه للموضوع ده. فانا شايف ان دي برضو كويسه، يعني احنا ما نزلناش يعني مسكنا نفس الاسلوب الاول بس زودنا عليه ملخص. لو عملنا كده خلاص بقى احنا مش محتاجين نقارن يعني، بس بشرط عشان نبقى متفقين ما عملتش ملخص في بدايه المحاضره. انا اقول لكم العيب بتاع الموضوع ده تمام، وانتوا قولوا لي بقى عشان واخدين بالكم العيب بتاع الموضوع ده بتاع ملخص في بدايه المحاضره. المشكله كلها الحقيقيه ان لو ناس مش مذاكره هيخلوا النص ساعه اللي احنا هنناقشها هيخلوها ساعه ونص ساعتين لان هو ما ذاكرهاش، فانت بتيجي تعمل له ملخص على السريع فبيحس ان هو ارتبك. انا كان بدي احكي النقطه هذه يعني صراحه يا دكتور جزاك الله خير، انا كان بدي احكي هذه النقطه لان انا عارف انا اصلا مارست دي ودي ودي ودي، فانا عارف ان دي عيبها. باجي اعمل الملخص الاقي الناس ترتبك، طب معلش بس فهمها لي ده بس في 5 دقائق كمان في دقيقتين، هتلاقي الموضوع مش بدقيقه ودقيقتين، الموضوع بيزيد لان هو بيخش في التفاصيل، هو مش ما ذاكرش فمش مستوعب التفاصيل. فهنعمل دي ما عنديش مشكله، بس الكل يلتزم قدر الامكان ما نضيعش وقت. يعني دكتور برضو حتى لو في حد مش ملتزم، يعني مثلا 5 مذاكرين هو مش ملتزم، لان ممكن انا في مره من المرات مثلا ما لحقتش فاتاخرت شويه، فخلاص بقى التزم ان المحاضره دي يعني اسكت فيها قدر الامكان حتى لو مش مستوعب بنسبه 100% عشان ما اثرش على باقي زمايلي. ده القصد يعني. انا اقصد انه لو دلوقتي 5 مذاكرين زي مثلا 5 هم مذاكرين، لو واحد مثلا هنقول في اول محاضره مين مثلا ذاكر او مين اللي ذاكر النقط دي، فيتفضل يشرح النقطه دي في 5 دقائق مثلا. هو ممكن هو بيشرح هي دي كده ما فيهاش مشكله، ان هيبقى مطلوب منك 80 فاكيد انا هقول لك وريني اللي انت عملتيه او اللي انت حليتيه فانت هتعرضيه، فانا هقول لك لا خد بالك ما تعمليش كده ثاني او اعملي بالاسلوب ده احسن او في هنا ايرور عندك بالشكل الفلاني، فده هيبان مع الناس وهيثبت اكتر. لكن بالنسبه اللي مش مذاكر هيبدا يحس ان الدنيا من تحت ايديه بتهرب اكتر، لانه هيحس الناس بدات تذاكر وبتاع. فانا بقول باكد بس الناس تلتزم عشان ما تحسش ان الكورس بيهرب من ايديها او مش عارفه تلم بالموضوع او الى اخره. يعني انا اقصد يا دكتور اللي قصدي اقوله انه ممكن حد بيشرح دلوقتي نقطه معينه حد تاني يفهمها بطريقه شرح حد تاني، حضرتك فاهم ازاي؟ ما فيهاش مشكله خالص ما عنديش اي مشكله في حاجه زي كده. تمام. طيب يعني ده هيحصل ان شاء الله، يعني اساليب الشرح هيحصل.
طيب كويس، يبقى احنا اتفقنا على الاسلوب، ولا في اي راي تاني؟ ولا ما فيش راي تاني ان شاء الله؟ يبقى كده اتفقنا على الاسلوب اللي احنا ان شاء الله هنشتغل بيه باذن الله. طيب هل في اي حد ليه اسئله قبل ما ابدا اقول بس ايه اللي احنا ان شاء الله هناخده في الكورس؟ وطبعا دكتور عفوا دكتور، في طريقة ممكن أخرى يعني، هذا اقتراح، وهي عن طريق البروجكت. يعني مثلا أنت ممكن من خلال بروجكت معين تحدده، وأنت من خلاله تشرح الأساسيات تبعت البايثون، وبنفس الوقت نوصل إلى هدف معين، يعني هدف مثلا إنشاء مشروع. هاي الطريقة يعني استخدمتها بالجافا سكريبت، ما بعرف يعني كانت جيدة. استخدمتها في كورس جافا سكريبت بس مجرد كورس برمجة، ولا دخلته بقى في الدوم والـ HTML؟ لا بس جافا سكريبت والـ CSS والـ HTML بس. كنا نعمل المشروع مثلا كده صح كده. ليه؟ لأن جافا سكريبت لوحدها كده كبرمجة مش هتقدر تعمل لك فكرة بروجكت كامل، تمام؟ لأن لازم على الأقل يبقى في انترفيس أو واجهة عشان أقدر أكمل فكرة متكاملة، فاهمني؟ او اعمل فكره بروجكت، او في ناس يعني في ناس بتقول ده بروجكت وهو مش بروجكت، هو اكزامبل، فاهمني؟ يعني هو جاست اكزامبل اللي هي بالنسبه لنا احنا الحته دي، تمام؟ لان هو صغير جدا ما ينفعش، ما لا يليق ان احنا نعمل بروجكت. ففكره ان احنا نعمل بروجكت كبير هيبقى محتاجين ادوات اخرى جنب البايثون، وده اللي كنت عايز اتكلم فيه في النقطه اللي جايه. نعم. اللي هي ايه؟ خدوا بالكم احنا بنتكلم على ايه في الكورس، تمام؟ احنا بنتكلم على بايثون بروجرامنج لانجويج. لسه ما دخلناش ولا قلنا عايزين نعمل موبايل ابلكيشنز، ولا قلنا عايزين نعمل ويب ابلكيشنز، ولا نعمل اي ابلكيشنز. مفيش تطبيقات لسه قادرين نطلعها، احنا بس بنتعلم اللغه. زي ايه؟ احنا مثلا انت رحت اتعلمت اللغه الانجليزيه وعايز تسافر بره، فمجرد انك تتعلم اللغه الانجليزيه يعني هتقدر تتعامل او تتكلم مع الناس. لو ما عندكش وظيفه ما بتقدر تاديها، اللغه مش هتجيب لك الوظيفه. بمعنى لو انا ما بعرفش مثلا الف، ما عنديش، فانا عمري ما هروح اشتغل مؤلف. او انا مثلا راح اشتغل سواق، فانا ما بعرفش اسوق، فاللغه الانجليزيه مش هتخليك تعرف تسوق الى اخره. فالوظيفه ذات نفسها غير اللغه. لكن لو انت ما عندكش لغه، بالحال الوظيفه اللي انت هتشتغلها مش هتقدر اصلا تمشي فيها، لان اللغه اصلا من اساسها كلها مختلفه، فمش عارف تتكلم ولا تتعامل مع الناس، فمش هتقدر تؤدي الوظائف المختلفه. اقصد باللغه زي لغه البرمجه، اقصد بالوظيفه في الحياه، اقصد بيها اللي هي بقى التطبيقات بتطلع بالكامل للنور. فاحنا لسه في البايثون بروجرامنج لانجويج، لسه في المرحله المبدئيه، احنا بس نتعلم اللغه. بعد ما بتتعلم اللغه بتاعت البرمجه هنبدا نطلع لمستوى بقى ايه؟ التطبيقات، ونعمل مشروعات نقدر نوصل لها. بس مش هنقدر نوصل لده واحنا بس مجرد معانا اللغه. انا بكون واضح معاكم وصريح من اول دقيقه، عشان ما انا ممكن اقول لك نعمل بروجكتس واقوم جاي على كلمه حل التمارين دي وخليها مشروعات، بس هي فعليا مش مشروعات. انا عايزك تبقى عارف كل شيء على حقيقته، تمام؟ هنعمل امثله واقعيه وتمارين واقعيه وكل حاجه، لكن عشان انت لسه معرفتك صغيرة فهي مش هتقدر تعمل حاجات كبيرة، هتقدر تعمل حاجات صغيرة على قد ايه؟ على قد معرفتك، لكن مش هتقدر توصل بيها لدرجة اعلى الا لما يكون معك ادوات اخرى حقيقية تقدر تبرز بيها اللي انت ايه؟ اللي انت عملته. لو النقطة واضحة خلاص واضحة، مش واضحة ادي امثلة. هل هي واضحة؟ معلش يا دكتور اسف للمقاطعة، بس حضرتك ممكن تقول لنا مثلا يعني هنكمل مع حضرتك بعد كده مثلا مستوى تاني في الادوات دي اللي تمكننا ان احنا نعمل برامج اكبر ان شاء الله؟ اكيد. انا بس مجرد دي الخطوه رقم واحد، يعني انت الخطوه الاول تعرف اللغه عشان تعرف تتكلم. طيب بعد كده على طول ان شاء الله نبدا على طول، هنشوف حتى في الاخر انا هاخد راي الاغلبيه برضو اذا كانوا عايزين يبداوا ويب او يبداوا موبايل، وهقول لكم ايه الفروق في المحاضره كده وليه ومين اولى من مين، بحيث اللي عايز يكمل طريقه ويقدر يكمل. الموضوع مش بس مجرد يعني كورس، انا مش داخل كورس، انا عايز اعمل مسار كامل كبير الناس تتعلم فيه بجد، تبقى متعمقه بجد. وده مش كلام، انا بقول حاجه انا فعلا بامانه انا حاسسها وعايز اوصلها مع مجموعه من الناس، يبقى فعلا بعد كده ناس ملتزمه وفهمت وبقت عارفه وبتمد ايديها، وبعد كده يمارسوا معايا بروجكتس. يعني مش بس بروجكتس اللي هي تعملها في الكورس، لا بروجكتس حقيقيه. احنا محتاجين ناس فاهمه،
احنا بنعاني من الناس اللي مش فاهمه. ولذلك بنقول يا شباب احنا عايزين الناس تبدا بايه تشتغل وتبدا تعمل حاجه، وبعد كده نطلب منكم بروجكتس تعملوها اثناء الكورسات، وبعد كده ابدا منكم اطلب منكم بروجكتس حقيقيه شغل حقيقي يعني. فلازم تكون الناس على المستوى، مش مجرد عايزين بنعرف وخلاص او بنعرف معلومتين. انا وطبعا برضو لو تعرف معلومتين وقادر تنتج بيهم عندي احسن من ما تعرف اربع معلومات